خد يا كابتن. كابتن تعالى والنبي، بعد اذنك العجله دي مش عارفه اغيرها، ممكن تغيرها لي؟ سعيد يا حظ. راكب الاستيب. مين بتعمل ايه؟ بغير العربيه، بغير العجله بتاعت العربيه. بغير. طب بالراحه. بالراحه. وانت مين انت؟ انت مين ايه؟ مين ده؟ ده انا لقيته معدي، قلت له يجي يغير ويركب لنا. طب مش تستنضفي كده الناس اللي بتيجي تعمل خلاص. حضرتك مين انت الاول؟ انا جوزها. انت جوزها؟ يعني انت لما جوزها ما نزلتش تديني تغير العجله بتاعت العربيه انت؟ ايه ده؟ وسخ ايدي؟ انت اتجننت يا عم؟ انت عاوزني ابهدله ولا ايه؟ لما انت كده يا شملول انت قاعد في العربيه، ما تنزل انت تغير لها. خلاص اديله حاجه. اديله ايه؟ غير لها دي يعني ايه؟ انزل انت غير لها. انت ايه؟ اديله حاجه انا بشحت منك. بقول لك ايه يعني ايه انزل غير لها دي؟ انت هتساعدنا في العجله وخلاص. يعني بلاش لو بيبقى قاعد في العربيه ولا مش قاعد في العربيه، انت بتعمل خير وخلاص. انا بعمل خير؟ انت انا بشحت منكم يعني؟ بس بس اديله فلوس خلاص. خليه يمشي. اديله فلوس. ما هو ما عملش، ما غيرش. ازاي بتكلمني كده يا استاذ انت؟ ايه ده؟ لا 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 لا، ازاي بتكلمني كده؟ شيل يا ولد ايدك. هو في ايه اللي ازاي بيكلمك كده؟ ايه ده؟ هضربك والله. اضرب ايه؟ ولد انت اتجننت في مخك ولا ايه؟ ايه ده؟ هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا هعمل ايه؟ اوريك انا اعمل ايه. والله اعمل ايه؟ والله اعمل ايه؟ والله اعمل ايه؟ اهدى بس. ايه؟ هتمد ايدك عليها؟ اه امد ايدك عليا. بتعيش بيا؟ طب ايه؟ لا لا لا، اوعى ايدك. احنا هنديك فلوس. مش عايز فلوس. يلا كمل كمل. يلا كمل. يلا خلص لنا العجله. تعالى كده وانا اوريك انا هكمل ازاي. تعالى لي كده. تعالى. طيب تعالى بس. هو انت هتضربه ولا ايه؟ اوعى ايدك. اوعى ايدك انت وهي. اوعى ايدك انت وهي. اوعى ايدك. اوعى. انا اللي لقيته معدي اعمل ايه؟ ما لقيتيش الا ده؟ ما لقيتيش الا ده؟ اللي لقيته معدي هتخلص لنا العجله ولا دلوقتي هصوت وجوزي ظبطك معايا اهو. صوت تحرش. صوت. يا لهوي. الحقوني يا خال. الراجل ده عاوز يسرق العجله. ايوه اهو. عاوز يسرق العجله. انت بتسرق العجله. تعالى والنبي سيبك من التليفون دلوقتي، ساعدني عايزه اغير الاستبن. العجله نايمه. مالها؟ مش عارفه اغير الاستبن. ممكن تفكها لي؟ فك المسامير دي يعني؟ انت مش عارف بتتفك ازاي؟ لا عارف. خلاص ماشي. طب اتفضل يا عم. انا نفسي افهم ايه ده؟ في ايه؟ انا جبت واحد علشان يغير لنا الاستبن. ها انت في ايه؟ ماشي انا بغير العجل. يعني ايه في ايه؟ بالراحه يا ابني. بالراحه ايه؟ مش قلت لك من بره ما اكون نايم ما تزعجنيش. يعني انت ازعجته دلوقتي؟ انت بتغير العجله بالراحه شويه. لو بتاع مش عارف حضرتك عايز ايه؟ انت ما فهمتوش. اما يجي يفك عجله يعمل ايه؟ تبقى بالراحه علشان هو دي ساعه القيلوله بعد اذنك. بالراحه ايه؟ هو انت مش انت اللي موقفاني وبتاع ومش عارف ماشي تغير العجله لكن ما تزعجش جوزي وهو نايم جوه. يعني ايه ازعج جوزك ومش جوزك؟ وانا مش غيرت التركيب بتاعك. هو انت لسه غيرت حاجه؟ دي مش اول مره تعمليها. معلش يا اشرف اعمل ايه؟ مش ممكن كده. اعمل ايه؟ ما هو يا دوبك يعني قولي له فهميه. الله مش هياخد فلوس. خلاص يبقى يفهم. انا ما ضربتش منك حاجه اساسا. انا ماشي في حياتي بتكلم كده ورايح مشوار. وقفتني قلت لي عايزه تغير العجله. ايوه ما انا بقول لك غير العجله وهديك فلوس. انت هتساعدني ببلاش يعني؟ مش منك فلوس. بقول لك ايه؟ بعمل حاجه وهدني بناس رخمه. يعني ايه بتعملها بمزاجك؟ ماشي تصلح للناس العجل بتاعهم. هو انت مش انت اللي موقفاني عشان يا رب ابقى نايم؟ لا انا ما وقفتكش. ابقى راجل نايم شويه. نايم شويه. انت ما غيرتهاش ليه؟ لا حول الله. يجي واحد رخم زي ده يصحيني من النوم. يعني ايه هو يغيرها؟ ينفع؟ ينفع يعني ايه هو يغيرها؟ انت عاوز توسخ ايديك؟ ايه ده؟ وسخ ايه؟ يعني وانا اوسخ ايدي عادي؟ اه عادي توسخ ايدك، ايه المشكله يعني؟ احنا رايحين مناسبه، انت رايح مناسبه؟ وانا مش هديك فلوس؟ مش هديك فلوس؟ هديك فلوس. مش عايز فلوس يا عم. طب خلص يلا بسرعه. يلا بس خلاص عشان احنا مستعجلين. يلا يلا يلا. هو ايه اللي خلاص؟ انت بتضرب العجله؟ انت بتضرب العجله ولا ايه؟ ايه ده؟ انت بتمد ايدك عليا ولا ايه؟ هو ضرب العجله؟ قط ولا ايه؟ هو ايه اللي قط ولا ايه؟ اوعى بدل ما اعجبك هنا. استني ضرب العجله. خش هنا. ضرب العجله؟ وضرب العجله. معلش يا حبيبي. النبي ما تزعلش. انت عارف دي بكام؟ خش يا عم جوه عربيتك. انت عارف دي بكام؟ بكام؟ انت عارف دي بكام؟ تعالى لي هنا كده. بتتكلم مع مين؟ ايه انت بتتكلم مع مين يعني؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ انت عبيطه ولا ولا انا اللي عبيطه؟ انا اللي عبيطه؟ خلاص خلاص انا هضربه. اديني البتاع دي. اديني البتاع دي عشان اضربك. يلا هاتها من الارض. ما انا اكسر لك عربيتك. تكسر فيني يا عم. انا اكسر لك عربيتك. يا عم انا اكسر لك عربيتك.
بوليس يا خبطة خبطة. بالراحة بالراحة بالراحة. ايه ده يا سعاد؟ انا اسف انا اسف يا اشرف، انا اسف يا حبيبي. معقول يا سعاد قلقناك؟ انا اسف. احلى نوم يا سعاد. انا اسف يا حبيبي. ايه ده مدام؟ وايه اللي ايه ده؟ مين انت مالك انت؟ حوار بيننا احنا الاثنين، ايه اللي يدخلك فيه اصلا؟ مين ده؟ ده واحد جبته علشان يركب بينا. ما فهمتوش يعني ان هو بالراحه؟ قلت له بالراحه وهو برده مفيش فايده. وطب هو ما ينزلش يغيرها ليه طيب الاستاذ؟ وهو ليه يغيرها؟ انت عارف ده مين اصلا؟ مين حضرته؟ ده جوزي يعني. اشرف باشا السناكحلي ينزل يغير فردة ستيب؟ تجننت ولا ايه؟ لا انا شغال عند حضرتك بقى. انتوا مجانين ولا ايه؟ ليه مجانين ليه؟ ليه ولا بتقول كده؟ يعني انا شغال عند حضرتك يعني ولا انا مش انا عايز افهم؟ ما هنديك فلوس. هتديني فلوس؟ وين قالك؟ هتاخد حسنتك يعني، ايه المشكلة؟ وانا مستني حسن لحضرتك. شايفاني شحات؟ انت مجنونه ولا ايه؟ احنا ما قلناش انك بتشحت. وبعدين عيب لما تغلط فيا. تغلط انت عارف انا مين؟ طب ما تمديش ايدك طيب كده. هو انت هتضربني ولا ايه؟ ولد كمل بقيه العجله. وانا بجيب العجله عشان بحب انام كويس. يلا انت بتكره على الله كده بس. وعد كده انت بتزقني ولا ايه؟ لا 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 انت بتزق واحده ست. انت بتزق واحده ست. اوعى اوعى يا ست ست. بالراحة حاول معاها. انت راجل ايه ده؟ ايه ده يا جيجي ده؟ سوري سوري يا اشرف. ام سوري يعني نفسي افهم يعني مين ده؟ ايه جوزي يا عم؟ طب ما نعمل ايه؟ طب ما هو ينزل وركب. يعني ايه هو ينزل وركب؟ ينزل يبهدل ايده؟ استنى استنى انا بهدل ايدي مش فاهم. ايه الجراءة اللي فيك؟ بتساعدني؟ ايه الجراءة اللي فيك دي؟ هو ايه اللي ايه الجراءة اللي فيك؟ طب بالراحة اعمل بالراحة ما فيهاش مشاكل يعني. لا انزل اعملها يا مستر. يا جيجي يعني نعم من قلة الناس اللي في الشارع جاده ده. ما انا مش عارفه انا ماشي. انا بكلمها ايه؟ لا تقصد ايه بقى؟ لا حقيقي بكلمها ايه؟ لا ايه اللي يقصد ايه؟ انت هتتخانقي معاه؟ اه اتخانق. انت عارف ده مين؟ مين ده؟ ده اشرف باشا السناكحلي. اعمل ايه بالسناكحلي؟ مش ممكن يعني ايه تعمل ايه بالسناكحلي؟ يعني هيوسخ ايديه وبعدين رايحين عندنا سهره. هيوسخ ايديه ولا يعمل ايه؟ انا تعالى بس كده تعالى حضرتك. يعني ايه تقف في الحته اللي انت عايزها؟ انت تقف قدام العجله اللي انت بتغيرها. طب مش مغير حاجه انا. يعني ايه مش مغير حاجه؟ احنا هندي لك فلوس اصلا. ايه الجرايم؟ ما طلبتش منك فلوس. رميت المفتاح. وانا ما قلتش انت مش هتعمل الحاجه هتاخد عليها فلوس. ما طلبتش منك فلوس. ما انا ما قلت لي عايز اعمل. انا كنت هديك من نفسي. انت ما تجرؤش تطلب فلوس. ايه يا وحش؟ منك ليه يا وحش؟ انا فاهمه. مش نايس حاجه. شاطر منك. انت بتعمل خير ما تبوظوش. خلاص انت هنا. يلا مش عايز انا غير بقى بسرعه كده عشان وبالراحه عشان انزل لا ايه انزل غير انت. انا وسخ ايدي يا ولد. ولد وسخ ايدك. انزل غير. ما تغير لنا العجله. احنا نقعد نتكلم معاك للصبح. مش هغير حاجه انت يعني ايه مش هتغير حاجه؟ لا لا اوعى تضربيه. اوعى تشهرنيه. اوعى تضربيه لو سمحت. خلاص يا جماعه غير العجله ولا لا؟ مش مغير حاجه. هتغير العجله ولا لا؟ هعرقبك وربنا كسرها. هو ايه اللي تكسرها؟ هو ايه اللي تكسرها؟ خد يلا خد لو سمحت. لا من فضلك ممكن حضرتك بس تساعدني اغير الستيب؟ كلك ذوق والله. شكرا. بس يا ريت بصوت بالراحه بعد اذنك. في حاجه اسمها صوت بالراحه؟ صوت الجامد؟ معلش. حاج ايه ده؟ ايه ده؟ سوري يا اشرف. اشرف ايه؟ قلت لحضرتك صوت بالراحه ده لما بيقلق ما بيسكتش. ايه يا فردوس؟ ده كلام يا فردوس؟ انا اسفه معلش. مين حضرتك انت؟ انا جوزها. طب انت جوزها ما نزلتش عملت العجله ليه؟ انا ما وسخ ايدي وانا ما وسخ ايدك. انت ايه لازمتك اصلا؟ حضرتك إيه لازمتك؟ تنزل تسيب واحده ست تقف بتعمل العجله وانت نايم جوه العربيه؟ الله مش عارف انت مالك انت. حضرتك ده اشرف بس انا كحلي. انا كحلي على نفسه. ما اقدرش اقول له غير الاستيبل. يا سلام. يعني حضرتك قلت ان انت هتساعدني. بتقول للناس اللي ماشيه في الشارع تعالى غير الاستيبل. انت بتعمل خير. بص لي انا وسخ ايدي انا؟ ما توسخ ايدك فيها ايه؟ وانت ما توسخش. سيب مراتك تقف في الشارع كده وتعمل العجله؟ انت مالك فردوس دي 100 راجل. فردوس دي 100 راجل. خلاص اعملها انا. ايه ده ايه ده؟ مش هعملها لك. لا مش هتعملها. لا مش هعملها. لا هتعملها يا ولد. مش هعملها. لا هتعملها. لا مش هعملها. هتساعدنا. لا مش هساعدك. بس انا عندي حفله ومش عايز اوسخ ايدي. من فضلك انت بعد اذنك ابعدي كده. انا بتكلم معاه. حضرتك بتزقيني انا واحده ست. لو سمحتي خليك على جنب. طب ما حضرتك بتزقيني انا واحده ست. حضرتك عاوز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. ولا خاطرك ولا خاطر الجيران. ماشي اشتغل اعمل العجله. ما وسخش ايدي. لا وسخ. من فضلك انا عايزك ما وسخش ايدي. ما تحطش ايدك ووسخ. لو سمحت
من فضلك اعملها عشان مش هيعمل العجله طالما موجود راجل معاك اهو. ايه لازمته ما يعملها؟ امال انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يطلق ايه المشكله؟ انا عمال اقول لك اعمل العجله اعمل العجله مش هعمل العجله يا عم روح بقى. وبعدين بقى انا ما بحبش الندي ده الحريم. انت هتضربني ولا ايه؟ يا لهوي الحقوني تحرش بيا تحرش اهو بصوا متحرش تحرش تحرش يا لهوي. ايوه بالراحه كده كتر خيرك. ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي عمال اقول لك بالراحه بالراحه بالراحه. هو اشرف صحي دلوقتي اعمل ايه هاني؟ ايه سعاد ده اللي بتعمليه يا سعاد؟ انا اسفه اعمل ايه؟ ايه بيحصل ايه هنا في ايه؟ خليته غير الاستبن. طب ما تغير بالراحه. ايه اللي مزعلك؟ انا بعتبر راحه اهو. انت صحتني من النوم انا كنت نايم يا ابني. طب ما تنام في البيت. ايه؟ نام في البيت. وانا امشي في عربيتي ليه؟ نام في عربيتك ازاي؟ انا حر يا سيدي انا نايم. انت مين انت يعني؟ الراجل نايم ده جوزي يا اخوي. طب يعني مش كتر خيرنا ان احنا وقفنا لك؟ يعني ايه كتر خيرك؟ انت بتعملي الخير وترميه البحر. انت هات يعني مش عاجبكم كمان؟ هو ايه اللي مش عاجبنا؟ الراجل يوسخ ايديه؟ وانت مش يعني هيغسلها. يعني هي ايه اللي يغسلها؟ ايديه. والله مش اه والله يا عم غير لنا الاستبن خلاص عندنا مواعيد. يلا اشرف خش ريح. ما غيرش حاجه يا محمد. كده ادي كده مش هنغير حاجه. هو انت شايفه نفسك علينا ولا ايه؟ انت بتزقني. انت بتزقني ايه يا انت مش عارفه انا مين؟ بقول هو ايه مش كده ولا ايه؟ انت بتزقني حرام عليك انتوا مجانين. اخر شقاوة اخر شقاوة اخر شقاوة.